بالفترة دي يعني. قلت انه هلا والدتك كثير عم تصر عليك تتزوج حسن ترتبط، في مواصفات معينة للمرأة اللي لازم تكون زوجتك او بتشوفها انها تكون زوجتك، شو بتمتع بأي صفات؟ بحب ست مثقفة، ست طبيعية، ما فيش عندها اي زيف من بتاع مش اصطناعية على الاطلاق. احس انها ممكن تقف جنبي في اي محنة، مش حباني او عايزاني عشان بس شكل اجتماعي او يعني حاجات مادية موجودة في الحياة. يبقى عندها تحب ان هي تبقى ست بيت، تحب تربي اولاد، تحب تزكي الاولاد، تحب تطبخ، يعني الحاجات اللي هي العادية دي، لان بقيت بشوف ناس كتير مش في دماغهم الحاجات دي، فانا كلاسيكي شوية، بحب الحاجات اللي هي العادية بتاعت زمان. امرأة تقليدية يعني، بتحبها من داخل الوسط ولا من خارج الوسط؟ مش فارق، اهم حاجة تبقى انسانة محترمة وبتحبني تمشي على النظام اللي انا احبه. يعني تمشي على النظام اللي انت بتحبه، وانت تمشي كمان على النظام اللي هي بتحبه. اكيد طبعا اكيد. ينفع ولا انت سيد شوي بقراراتك؟ مش سيد، هو مش عنف يعني، مش قهر، انا ما بحبش القهر، بس انا مثلا في حاجات معينه لازم تبقى موجوده في الست دي عشان اقدر ان انا اتعايش معاها، فثوابت يعني حاجات معينه، وفي نفس الوقت اكيد مش عايز اقهر الست اللي انا هتعيش معي دي، اكيد احبها واكيد عايز اسعدها وكده يعني. مش بقى واحده تقعد في البيت تعمل لي وتخدمني وخلاص لا يعني.